تسأل أول إشي عن الكنترولر. هلا أنا هذا بدي أتحكم فيه أنا هذا السيستم. إحنا كل اللي عملناه ما عملناش كنترول هون، كل اللي عملناه له موديلينج. افترضنا بدنا ندخل إنبوت من هون وراح يطلع معي تو أوتبوتس من هون، مزبوط؟ هلا إذا بدي أتحكم فيه شو بدي أعمل بهذا السيستم؟ أنا بدي أنتقل الآن من مرحلة الموديلينج لمرحلة الكنترول. إيش لازم أعمل فيزيكلي؟ تغير باراميتر. أي باراميترز؟ لا خلص جاهز السيستم عندي موجود. نعم. بحسب سنسيتيفيتي تبعت كل واحد. أضيف كنترول. علي صوتك. بحسب سنسيتيفيتي تبعت كل واحد من السيستم كي 1 كي 2 عشان أحدد أي فاليو بده. انا خلص هلا جاهز السيستم عندي الموديل تبعه بدي اتحكم فيه. شو يعني بدي اتحكم فيه؟ بضيف له كنترولر. بدك تضيف له كنترولر. شو الكنترولر اللي بدي اضيفه؟ قبل الكنترولر ايش لازم يكون عندي؟ ماشي ماشي اوكي يوزر ريكويرمنتس. لقيت اليوزر. ما هو هذا هو السؤال. احنا مشكلتنا هذا السؤال، احنا مش عارفين شو السؤال. شو اللي بدي اعمله؟ بدي اعمل اتحكم بالسيستم. يعني انا بدي احقق اكس 1 واكس 2، بدي اتحكم باكس 1 واكس 1 او اكس 1 واكس 3. بدي ايش بدي؟ اشي انا بدي احدد ايش اتحكم. تمام، شو اللي بدك تتحكم فيه؟ كيف بدك تتحكم؟ ايش هو؟ كم قيمه اكس 1 بدي اصمم. هذه اليوزر ريكويرمنتس، حددنا اليوزر ريكويرمنتس، خلصنا. هلا عرفنا اليوزر ريكويرمنتس وعرفت الاوفر شوت وعرفت الرايز تايم وعرفت كل الاشياء هاي. حددنا اليوزر ريكويرمنتس اللي نحققها. شو بدي اعمل الان الخطوه اللي بعدها؟ اتحكم بالفورس. تمام، كيف بدي اتحكم بالفورس؟ مثلا ايش لازم احط؟ ايش الاشي اللي بيعطيني فورس؟ فيزيكلي فيزيكلي بايدي. زنبرك. مش زنبرك. موتور. مش موتور، ماشي قريب. شو الموتور؟ لينير اكتويتر. اوكي؟ انا الان بدي احط فورس هون، حتى احط فورس مش بدي اتحكم بالسيستم اسكر اللوب. حتى اسكر لوب مش بده يكون عندي في هون اكتويتر؟ فبده يصير في عندي اكتويتر يحرك الماس، يحط فورس على الماس هاي، مزبوط؟ بعدين ايش بدي اعمل؟ اتحكم بالديسبيسمنت. اتحكم بالديسبيسمنت بس حتى اقدر اعمل كنترولر ايش لازم اخذ من هون؟ فيدباك. من وين باخذهم؟ من اكس 1 واكس 3. فبدي سنسر احطها على اكس 1، بدي سنسر احطها على اكس 3، هدول بدي اعملهم فيدباك على الكنترولر تبعي. لسه مش موجود الكنترولر هون، ما بنيناه. هذا الكنترولر بدي اقارن. انا بدي فاليو معين ل اكس 1 واكس 3 مثلا، بدي احقق مع فاليوز معينه ل اكس 1 واكس 3. راح ادخل الفاليوز اللي انا بدي اياها ل اكس 1 واكس 3، والاوتبوت اللي بيطلع معي من الكنترولر وين راح اوديه؟ على اللينير اكتويتر اللي انا ركبته. اوكي ماشي، واضح؟ فاهمين ايش هذا؟